يبدو أن تداعيات منشور الفنانة السورية أصالة نصري بشأن صورة طليقها ستظل مستمرة، فبعد أن تدخلت هالة العتال زوجة طارق العريان الأولى ووالدة ابنه عمر على خط ذلك المنشور، وانتقدت من خلاله أصالة، تدخلت غادة العريان زوجة شقيق طارق في منشورها الذي دونته عبر فيسبوك وعلقت على حديث هالة حيث أحرجتها ثم دافعت عن أصالة، حيث قالت: أنت يا هالة بتكلمي على ابنك، طب خلي عندك دم، أنت اللي طول عمرك رمياه وضيعت وجاية التهم اللي كانت مرات أبوه والتحريض اللي دايما كنت بتحرضي عليها واللي كنت بتعمليه نسيتي، إن كنت ناسية أفكرك. أصالة أول ما تجوزت طارق حاولت تصاحبك عشان خاطر عمر، وأنت عملت إيه؟ واحدة زيك بوظت نفسية ابنها وجاية دلوقتي تتكلمي أنا مرات أخو طارق غادة فكراني، ويا ما شفنا منك ومن اللي بتعمليه. أصالة أشرف وأحسن ست طارق اتجوزها، لكن هو مالوش في الطيب نصيب، كان لازم يفضل معاكي عشان أنت زي مش واحدة زي أصالة. لما نفسك يا هالة، واوعي تنسي نفسك وتحاولي تشتهري نفسك على حساب أشرف وأطيب وأحن قلب في الدنيا أصالة، وهي كانت حرام في عيلة العريان. لو خايفة وزعلانة على ابنك جربي كده، هو ما هيرضي يجي يعيش معاكي. ومن جانب آخر، كشفت هالة العتال طريقة العريان الأولى تعرضها لتهديدات بعد هجومها على أصالة، وعبر حسابها على فيسبوك كتبت هالة العتال: طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي لأني مش بخاف، وأنا تعرضت لتهديد، وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني وعن ابني وعن أبوه حاجة مش طبيعي، عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت وهقول كلمة بس النهايات أخلاق.